السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عندما مررت الحكومة الهندية قانون الجنسية المعدل عبر البرلمان في أوائل الشهر الحالي، لم يكن يدور في حسبانها أنها ستواجه بتظاهرات عارمة في كل أنحاء البلاد وبتنديد عالمي سياسي وإعلامي كبير. فما محتوى هذا القانون وما أبعاده وما أصل المشكلة وما أثر هذا القانون وتبعاته على مسلمي الهند والعالم؟ هذه الأسئلة مشاهدينا الكرام وغيرها سنناقشها في حلقة حديث العرب لهذا الأسبوع بعنوان قانون المواطنة على أساس الديانة يفجر الاحتجاجات في الهند، فكونوا معنا. يعيش الشارع الهندي على وقع مظاهرات كبيرة بدأت منذ إقرار البرلمان في 11 من كانون الأول لقانون الجنسية الهندية، والذي يقضي بمنح الجنسية للاجئين من جنسيات مختلفة، ولكنه في الوقت نفسه يستثني المسلمين منهم. القانون الجديد أجج الكثير من شرائح المجتمع الهندي الذي خرج في احتجاجات عارمة في مختلف أنحاء البلاد، عبر فيها المحتجون عن قلقهم ومخاوفهم في ظل حكم الهندوس. رئيس الوزراء الهندوسي ناريندار مودي حاول طمأنة المتظاهرين، ولكن الشارع متمسك بإلغاء هذا القانون بشكل كامل. فمنذ وصول مودي إلى السلطة في 2014، والمجتمع الهندي يشهد ترويجاً وانتشاراً لخطاب عرقي ديني يقوم على أيديولوجيا تفوق الهندوس التي يرى معارضوها أنها خطر على تنوع المجتمع الهندي. هيئة علماء المسلمين في العراق قالت إن محاولة تحويل الهند من بلد متعدد الديانات إلى بلد بلون واحد أمر يتناقض مع مبدأ المواطنة والعدالة والمساواة وحرية الاعتقاد والتعبير. وأضافت الهيئة أن قانون الجنسية الجديد العنصري المجحف بحق مسلمي الهند وكل الممارسات التعسفية الأخرى بحقهم مستنكرة أشد الاستنكار. مسلمو الهند البالغ عددهم أكثر من 200 مليون نسمة يرون أن لا علاقة لهذا القانون بمساعدة المهاجرين، وإنما الأمر يتعلق بالحملة التي يقوم بها مودي ووزير داخليته أميت شاه لتهميش المسلمين وتحويل الهند إلى وطن للهندوس. بحسب صحيفة نيويورك تايمز التي وصفت المظاهرات الشعبية التي تعم أرجاء الهند أنها أكبر تحدي يواجهه رئيس الوزراء ناريندار مودي. الشرطة الهندية أعلنت حظر المظاهرات في العاصمة نيودلهي وعدد من المدن الكبرى بعد تزايد حدة التظاهرات الرافضة لقانون الجنسية الجديد، وفرضت أيضا حالة الطوارئ وحظرت التجمعات الكبيرة في أجزاء من نيودلهي، كما عطلت خدمة الإنترنت فضلا عن استخدامها القوة لوقف المظاهرات وتفريق المحتجين، وشنت حملة اعتقالات واسعة لطلاب الجامعات الإسلامية بالعاصمة الهندية دلهي الرافضين للقانون العنصري بحسب هيئة الإذاعة البريطانية BBC. بينما تحدى المتظاهرون إجراءات الأمن المشددة التي فرضتها السلطات، وذلك بعد مواجهات خلفت العديد من القتلى. هذا ودعا الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين الحكومة الهندية إلى الالتزام بحقوق الإنسان والتراجع عن قانون الجنسية الجديد وإجراءاته التي تعد قانوناً عنصرياً بامتياز، قد يحرم ما بين 20 إلى 30 مليون مسلم من جنسيتهم الهندية، بينما يسمح بمنح الجنسية للملايين من غير المسلمين. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، ونرحب بضيفنا محمد سرحان الصحفي المتخصص في الأقليات المسلمة. مرحبا بك أستاذ محمد. مرحبا بحضرتك أستاذ نصير، حياك الله. وأيضا نرحب مشاهدينا بضيفنا من نيودلهي عبد المبين سبحاني، رئيس المركز الثقافي العربي الهندي. مرحبا بك سيد عبد المبين معنا في هذه الحلقة. مرحبا بكم وبضيفكم الكريم وبمشاهدي قناتكم، حياك الله. ونرحب أيضا مشاهدينا بضيفنا عبر سكايب من أنقرة، دكتور عمر أنيس الأستاذ المساعد في جامعة يلدرم بايزيد، الخبير في شؤون جنوب آسيا. مرحبا بك يا دكتور معنا. شكرا لكم باستضافتكم، حياك الله. نبدأ مشاهدينا من ضيفنا هاتفيا من نيودلهي عبد المبين سبحاني. ما أصل المشكلة أستاذ عبد المبين؟ ما أصل المشكلة وما الجهة التي تقف وراء إصدار قانون تعديل الجنسية العنصري؟ أهلا وسهلا بكم. المشكلة الحقيقية في إصدار قانون تعديل الجنسية العنصري هي تقف وراءها منظمة الخدام الوطنيين RSS، اللي تأسست 1925
هي حركة هندوسية منذ نشأتها تعمل لتأسيس الدولة الهندوسية ذات لون واحد، وأثارت بين فترة وأخرى فتن كثيرة داخل الهند وحاولت تقسيم الشعب الهندي، ولكنها فشلت أكثر من مرة، وفي نهاية المطاف حينما نجحت في 2014 والحزب الشعبي الهندي تولى الحكم برئاسة رئيس الوزراء مودي، برئاسة رئيس الوزراء نريندر مودي، فبدأت هذه الحركة بتنفيذ أجنداتها على أرض الواقع، وهي أتت بعدة قوانين مجحفة بحق الشعب الهندي التي تضر بالهند بالدرجة الأولى وبالمسلمين بالدرجة الثانية، ومن ضمنها قضية كشمير، ومن ضمنها حاليا قانون تعديل الجنسية العنصري. سنفصل في ذلك أيضا. دكتور عمر أنيس من أنقرة، ما أبعاد وأسباب إصدار قانون تعديل الجنسية العنصري لمسلمي الهند؟ أشكركم لاستضافتكم في هذه الحلقة. أريد أن أبدأ من تقديم بعض الخلفية لهذا المشروع، لأن كثير من أهل العرب هم متحيرون جدا أن كيف تقدم وكيف جاء الهند إلى هذه المرحلة. يعني قبل قليل كان الهند تجربة ناجحة للديمقراطية وتعدد الأديان ونجاح الاقتصاد، والآن الهند يرجع إلى الخلف. وكيف وصل الهند إلى هذه المسار؟ أريد أن أعطيك بعض الخلفية باختصار. هو أن مع الاحتلال البريطاني في الهند قد اختلف بين الهنود أن كان هناك فئة من الهندوس الذين هم يعتبرون أن الحاكم الحكم الإسلامي تحت المغل هو أكبر خطر وأكبر تهديد للمجتمع الهندوسي. وهذا هو سبب إلى التعاون بين الهنود المتطرفة والاحتلال البريطاني. ولكن رغم ذلك كان هناك كثير من الهنود، ومعظم الهنود الذين هم كانوا يتعايشون مع المسلمين وكانوا على ثقة تامة مع المسلمين، هم اعتبروا أن الاحتلال البريطاني هو أكبر تهديد للمجتمع الهندي، فهم وافقوا وأوجدوا وفاق كبير وتوافق كبير، وأسسوا حزبا، الحزب المؤتمر الذي قاده الهنود والمسلمون والمسيحيون. مثلا يعني من قائد هذا الحزب مهاتما غاندي ومولانا أبو الكلام آزاد وكثير من الرجال. هذا هو الخلفية الذي يعني دعم، بدعم هذه الحركة تحرر الهند. ولكن هذه الحركة، الفئة الهندوس المتطرفة، هم يعني استمروا لنشر أفكارهم، وحتى هم بدأوا يقولون أن المسلمين هم المسؤولون لتقسيم البلاد الهندي. طيب سأعود إليك أيضا دكتور. السيد محمد سرحان، نرحب بك مجددا. يبدو أن قانون الجنسية المعدل قد صيغ بأسلوب ذكي يظهر أن الحكومة الهندية يعني معنية بقضية إنسانية، وهي مساعدة الأقليات الدينية المضطهدة في بلدان الجوار للهند. ولكن ما الأهداف أو الهدف الأساسي برأيك من هذا القانون؟ هو القانون في الأساس يعني ينص على منح الجنسية الهندية لأقليات دينية غير الإسلام من دول الجوار المسلمة الثلاثة دون غيرها، وهي باكستان وأفغانستان وبنغلاديش. القانون في الحقيقة يوصل رسالة بشكل غير مباشر أن هذه الدول المسلمة الثلاثة تضطهد غير المسلمين من مواطنيها، وبالتالي فهذا يعتبر سبة في وجه هذه الدول المسلمة الثلاثة، وهو ما رفضته هذه الدول. ثم أنه إذا كان هذا القانون ينطلق من
المساواة أو المعيار الإنساني كما تقول حكومة الهند أنه يوفر الحماية لهؤلاء المضطهدين. لكن لابد أن نسأل، لماذا تجاهل القانون إذن قوميات أخرى أشد معاناة؟ فنحن لم نسمع عن معاناة غير المسلمين في باكستان أو أفغانستان أو بنغلاديش، لكن العالم كله يشهد بمعاناة قوميات بوذية ومسيحية في ميانمار على سبيل المثال، وهي دولة جوار للهند. دعنا لا نتحدث عن الروهينجيا المسلمين باعتبار أن القانون لا يشمل المسلمين، لكن إذا تحدثنا عن قوميات تعاني في ميانمار على سبيل المثال، نجد أن هناك قوميات بوذية عديدة وقوميات مسيحية أيضا تعاني من الاضطهاد الحقيقي، والدولة المركزية تدخل معها في صراع حتى مسلح في ميانمار. أيضا هناك التميل وبعض المسيحيين في سريلانكا وهي دولة جوار أيضا يعانون. فإذا كان القانون ينطلق من معيار المساواة ومنطق المساواة، فلماذا لم يساوي بين كل هؤلاء الذين يتعرضون للاضطهاد أو المعاناة؟ إذن الأقلية المسلمة هي المستهدفة. هو فقط يريد أن أولا يفتح الباب أمام غير المسلمين من هذه الدول الذين يقيمون بالفعل في الهند ما قبل 2015، ثم أنه يوصل رسالة أن هذه الدول المسلمة تضطهد غير المسلمين، وبالتالي فهذا مبرر لما يتعرض له المسلمون في الهند. حتى أن بعض التصريحات أن للمسلمين، يعني المسؤولين في الهند، أن للمسلمين دول كثيرة يذهبون إليها، لكن الهندوس وغيرهم من غير المسلمين ليس لهم دول يذهبون إليها. ثم أنه هناك أمر مهم في الحقيقة لابد من الإشارة إليه إذا كان الوقت يسمح، تفضل. وهو أن المنطق أو السبب الرئيس في إصدار هذا القانون هو الورطة التي وجدت حكومة الهند نفسها فيها بعد تطبيق السجل القومي للمواطنين NRC في ولاية أسام. وبالتالي بعد العمل في ولاية أسام بالسجل القومي للمواطنين، خرجت القائمة النهائية للمستبعدين من الجنسية باعتبار المهاجرين غير شرعيين في ولاية أسام شملت 1,900,000 شخص. كان يظن أن من هؤلاء المستبعدين ستكون الأغلبية منهم من المسلمين، وبالتالي هذا لن يتسبب في مشكلة للحكومة الهندية. لكن الطمة الكبرى التي وجدت الحكومة الهندية نفسها فيها هي أن غالبية من تم استبعادهم من المواطنة وشملتهم القائمة النهائية للمستبعدين من الجنسية في ولاية أسام، غالبيتهم من غير المسلمين. القائمة النهائية شملت 1,900,000 شخص، منهم فقط 400,000 مسلم و 1,500,000 شخص من غير المسلمين. وبالتالي فهنا هي في حاجة لخطة بديلة ومسار بديل لإعادة الجنسية لهؤلاء من غير المسلمين. فالإشكالية لن تكون في المسلمين الذين تم استبعادهم 400,000 يذهبون إلى الجحيم بالنسبة لوجهة نظر الحكومة الهندية لا مشكلة، لكن المشكلة إذن لابد من تعديل هذا في غير المسلمين، وهو ما كانت الخطوة الرئيسية لهذا القانون، قانون الجنسية الجديد هذا أو تعديل قانون المواطنة المعمول به في البلاد منذ عام 1955. أيضا سيد عبد المبين، يعني هل إقصاء وتهميش المسلمين في الهند بدأ حديثا برأيك أم هو ممنهج؟ نعم هو ممنهج منذ تحرير الهند من الاستعمار الإنجليزي، كما أشرنا قبل قليل بأن الحركة الهندوسية المتطرفة تأسست 1925، والهند استقلت من الاستعمار البريطاني 1947، فبالتالي منذ استقلال الهند من الاستعمار البريطاني بدأ إقصاء وتهميش المسلمين في الهند ممنهج. وعلى كافة يعني منذ عقود طويلة سيد عبد المبين، هذا الاستهداف قد حصل بصورة ممنهجة منذ عقود طويلة ليس الآن. نعم ممنهجة منذ عقود طويلة وعلى كافة المستويات، مثلا على المستوى التعليمي، على مستوى الاقتصادي، والتمييز في دوائر الدولة، يعني حتى في تقديم الخدمات إلى المناطق الهندية. لحد الآن حضرتك بإمكانك أن تبحث على النت، تجد بأنه الجامع الكبير في وسط جامع في وسط عاصمة دلهي، هذه منطقة لم تقدم خدمات وهي منطقة وسطى بحيث تعبر عن منطقة مسلمة وسخة، ونخجل أن ندعو أحد من إخوتنا العزة من العرب والمسلمين إلى هذه المنطقة. فهذا هناك مقصود، يعني إقصاء وتهميش المسلمين ممنهج.
دكتور عمر أنيس، أيضا ما مدى تضرر مسلمي الهند من هذا القانون في المستقبل القريب؟ يعني مدى التضرر سيكون كبير جدا. يعني هناك تقريبا 200 مليون مسلمون، ولو تظن أن في ولاية أسام تقريبا 2 مليون، يعني 2 مليون إنسان قد أخرجوا من هذا السجل. على هذا المسار يعني لو نعتبر على كافة الهند سيكون هناك تقريبا 30 مليون إنسان سيخرجون من هذا السجل، ويكون معظمهم من المسلمين. يعني هذا سيكون أكبر العدد في العالم. نعم. الذين سيخرجون من بلادهم. يعني هذا هو خطر كبير، حتى يعني المؤسسات العالمية وخاصة الأمم المتحدة والولايات المتحدة وكثير من المؤسسات الدولية هم ينتقدون هذه القانون، ويعتبرون أن هذا هو الهجوم الكبير على الحقوق الشخصية والحقوق الإنسانية وخاصة ضد المسلمين. طيب سيد محمد، يعني الآن ما الصعوبات التي تواجه المسلمين في الهند بعد أصدار هذا القانون، قانون تعديل الجنسية العنصري أو المواطنة؟ وقبل أن نتحدث عن ذلك، يعني متى سيدخل حيز التطبيق هذا أو حيز التنفيذ هذا القانون؟ هو حسب ما أعلن من قبل الحكومة الهندية أن القانون سيتم العمل به في أقرب وقت، لكن طبعا الحكومة لم تكن تتوقع ردة الفعل الكبيرة هذه، سواء من الاحتجاجات في الشوارع وفي المدن والولايات المختلفة، أو حتى من مشاركة غير المسلمين في هذه الاحتجاجات. يقال عفوا أنه سيطبق بحسب بعض المعلومات في شهر 4 نيسان أبريل المقبل. نعم. من بداية الشهر 4 على أن ينفذ هذا القانون بحيثياته جميعا حتى آخر شهر 11 نوفمبر تشرين الثاني، في العام المقبل يعني. هو في الحقيقة طبعا هذا القانون أو ما يترتب عليه عندما يدخل حيز التنفيذ، هو في الأساس سيمنح الجنسية مباشرة للمستبعدين في ولاية أسام من غير المسلمين. ويبقى 400 ألف مسلم الذين تم استبعادهم من المواطنة في ولاية أسام في انتظار إما مصير الترحيل أو النقل إلى معسكرات إيواء. أما الانتقال إلى نقطة أخرى، وهو في حال تعميم العمل بالسجل القومي للمواطنين الذي تم العمل به في ولاية أسام، في حال تعميمه في بقية الولايات كما تفضل الدكتور، أنه سنجد أعداد كبيرة من المواطنين سيتم إخراجهم من المواطنة، وبالتالي من غير المسلمين سيوفر قانون الجنسية الجديد لهم الجنسية مباشرة، لأن القانون يشترط أن يكون مقيم في الهند، من سيتم منح الجنسية له مقيم في الهند ما قبل 2015. وبالتالي سيبقى المسلمون أيضا الأعداد الجديدة الذين سيتم يعني إخراجهم من المواطنة في حال تعميم العمل بالسجل القومي للمواطنين هم الضحية الأكبر. النتائج يعني سيخرجون من البلاد، يعني ينتزعون من أي حقوق، هم سيعتبرون بدون مواطنة، يعني وبالتالي لا حقوق لهم سواء حتى في الخدمات، طبعا في الخدمات الحياتية. نعم. المعيشية. هذا جزء. الجزء الآخر أيضا وهو النظرة الدونية لمواطنة المسلمين أنفسهم، وتهميش كون هذا الإنسان والتشكيك في مواطنته، وهذا يجعل المسلمين في المعاملة في مرتبة ثانية بعد الآخرين الذين يعتبرون مواطنين بحسب القانون. يعني لنستوضح من السيد عبد المبين، هل سيصبح إذن مسلمو الهند الجديدة مواطنين من الدرجة الثانية؟ نعم، بل أقل من درجة ثانية، بحيث لا درجة لهم، مثل ما تفضل أخ محمد بأنه يصبحون بدون لا حقوق لهم، يعاملونهم مهاجرين غير شرعيين، وحيث ينتهي بهم المطاف إلى معسكرات إيواء والمعتقلات التي بنتها الحكومة الهندية منذ أشهر، وهناك الاستعدادات سريعة لبناء معتقلات ومعسكرات جديدة، لأن الأعداد تكون هائلة، ومن ثم سيصبح الرجل المسلم الهندي مستقبلا أنه ليس له وظيفة، ليس له هوية، ليس له
حق في شراء العقارات أو ممارسة العمل، حتى أصحاب المهن. وتتصور بأنه هناك مسلمين يمتلكون المصانع والمعامل والشركات، من سيستولي على هذه المعامل والمصانع والشركات والعقارات والأراضي الزراعية والبيوت الفخمة؟ من سيستولي؟ لأن المسلم ذهب إلى معسكر الإيواء مع عوائلهم، ذهبوا إلى المعتقلات، من سيستولي عليهم؟ أسئلة كبيرة ومشكلة كثيرة. نعم دكتور عمر أنيس، إذن هذا المشروع، مشروع القانون، يعد تمييزيا ضد المسلمين، ولأن المواطنة أصبحت على أساس الديانة، ولكن ألا ينتهك ذلك الدستور العلماني الهندي؟ وهو من أحسن، يعني الهند من أحسن ديمقراطيات العالم. أي نعم. هذا هو السبب الذي يعني أدى إلى الانتقادات حادة، ليس من قبل المسلمين فقط، بل أيضا من قبل الأحزاب العلمانية في الهند الموجودة. يعني هم الذين وحتى أعضاء المجتمع العام هم يتحركون ضد هذه المشروع، وكثير من الأحزاب الغير المسلمة خاصة الحزب المؤتمر، وكثير من القادة السياسية والقادة الاجتماعية هم يعني يقودون هذه المظاهرات وينتقدون هذا القانون. وباعتقادي يعني هؤلاء المظاهرات سينتشر كثيرا، والغير المسلمين الذين هم يعرفون أن المسلمون ليسوا تهديدا للأمن القومي وللأمن الدولي وللأمن الهندي خاصة، هم الذين هم يدعمون هذه المظاهرات، هم الذين يعني جاءوا تقدموا لدعم المسلمين في هذا المرحلة المشكلة. ويعني أنا أعتقد أن هذه المظاهرات سينتشر بشكل كبير، وحتى هناك دعوات لمقاطعة هذا القانون، الذين يطالبوا من المسلمين أن لا يسجلوا شيئا ويقاطعوا تماما هذه المشروع، ولا يسمحوا لأي شخص الذي سيأتي إلى بيوتهم لتسجيل الأسماء. أن هم يطالبون من المسلمين أن لا يسجلوا شيئا لهذه المسجلات. هناك مقاطعة، نعم، وهناك احتجاجات بدأت تزداد وتيرتها. سيد محمد، يعني هل يمكن أن تنحدر هذه الإجراءات العنصرية إلى مستوى القمع الحاصل للإيغور وروهينجا؟ هو في الحقيقة هذه المنطقة، يعني ما بين الهند والصين وميانمار، هناك رابط جغرافي مهم جدا في هذه المنطقة، وهذه الدول لديها حدود مشتركة، وهناك أيضا تشابه في سيناريوهات الاضطهاد ضد المسلمين في هذه الدول. على سبيل المثال، الصين تتبع سياسة معسكرات إعادة التأهيل في تركستان الشرقية أو كما تسميها شينجيانغ. ميانمار تتبع سياسة القتل المباشر والتهجير القسري إزاء الروهينجيا المسلمين وتهجيرهم إلى بنغلاديش باعتبارهم مهاجرين غير شرعيين قدموا من بنغلاديش. حتى أنها عام 1982 أصدرت قانون تم بموجبه تجريد الروهينجيا من الجنسية واعتبارهم مهاجرين غير شرعيين. في الهند أيضا العمل بقانون السجل القومي وثم القانون الجديد للجنسية. هذه السيناريوهات المتشابهة في إزاء المسلمين من الاضطهاد سواء بالقتل المباشر، يعني مستهدفة، لأن هناك كثافة سكانية كما ذكرت أستاذ محمد في هذه المنطقة. في هذه المنطقة صحيح الكثافة سكانية للمسلمين فعلا. يعني في الهند نحن نتحدث عن حوالي 200 مليون شخص يعني مسلم، أكثر ربما، هذا صحيح، ربما يصل إلى 350. هناك يعني تقديرات يعني أكثر من المسلمين الدول العربية، أكثر من الدول العربية صحيح. يعني وبالتالي، لكن هنا صراحة أنا يعني نلحظ أمر مهم في يعني مع وجود هذا الرابط الجغرافي والتشابه في سيناريوهات التعامل حتى مع المسلمين، لكننا لم نجد تعاونا ما بين أبناء المسلمين من هذه المناطق ولو على الأقل في الخارج فيما بينهم للتعريف بقضاياهم. يعني هناك مسلمين من الهند في الخارج، هناك مسلمين من الروهينجيا في الخارج، هناك مسلمين من تركستان الشرقية في الخارج، لماذا لا يكون هناك تعاون ما بين أبناء هؤلاء المسلمين من هذه الدول الثلاثة بالفعل والتعريف بقضاياهم؟ هذا أولا سيسهم بتعريف
بشكل أكبر لمعاناة هؤلاء المسلمين في هذه المناطق، سواء لأنها وحدة الموضوع يعني وحدة الموضوع يعني والوحدة الجغرافية أيضا، وسيسهم في نقل هذه القضايا بلغات أكثر يعني، فهؤلاء يتحدثون لغة، هؤلاء يتحدثون لغة أخرى وهكذا يعني. لكن هو طبعا في الهند الأسوأ في نظري هو يعني حوادث الاقتتال الشعبي التي تحدث من فترة لأخرى، كما حدث على سبيل المثال في قضية بابري مسجد، أو كما حدث على فترات في ولاية أسام وهكذا. فهناك حوادث تقودها كما قال أستاذ عبد المبين مثل منظمة RSS، ولا ننسى قضية كشمير، ولا ننسى طبعا في ولاية جامو وكشمير صحيح في 5 أغسطس حيث ألغت الحكومة يعني الحكم الذاتي. يبدو أنه تدريج يعني، هذا جاء قبل مشروع هذا القانون. أيضا سنواصل الحديث عن ذلك مشاهدينا الكرام، ابقوا معنا، فاصل قصير ونواصل حديث العرب. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام في هذه الحلقة من حديث العرب التي نناقش فيها قانون المواطن على أساس الديانة وتفجير الاحتجاجات والتظاهرات في الهند. سيد عبد المبين سبحاني، هذه الإجراءات الهندية الجديدة هل يمكن أن تنحدر إلى سياسة بورما إزاء روهينجيا أو سياسة الصين إزاء مواطنيها المسلمين في إقليم شينجيانغ؟ نعم أخي العزيز، في الحقيقة هي منحدرة أصلا منذ تولي الحكم لرئيس الوزراء مودي. بدأت هناك الإجندات الداخلية للحركة الهندوسية، مثلا القتل على الهوية، استهداف الأماكن الأثرية من حيث تغيير أسماءها وأسماء المناطق والمدن والشوارع التي ترمز أو تشير إلى رمز الإسلام أو المسلمين، خمس معالم مسلم الهند، سياسة تخويف وتطهير المناطق من المسلمين، نصر ثقافة بناء معبد هندوسي في هذا الشهر أيضا على أنقاض مسجد. نعم بالضبط. عدم منح البيوت والمحلات حتى للإيجار إذا كان الشخص المسلم يذهب حتى في داخل دلهي، منذ زمان هذا الشيء موجود، يسألون الهوية، صاحب البيت يسأل بأنه ما اسمك، من الاسم يعرف، فمسبقا يقول بأنه لا ما بيت ما فارغ، وهكذا. هذه الإجراءات مستمرة وهذه بدعم من الحكومة ومن الحركة الهندوسية المتشددة التي ترعى الحكومة وتدعم الحكومة، وعدم منح مقاعد دراسية حتى بالمدارس والكليات والجامعات، وأخيرا استهداف كافة المتظاهرين والقمع الممنهج كما ترونه على الإعلام. إذن يعني الانتهاكات مستمرة وبشتى الطرق. دكتور عمر أنيس، قرار الهند الأخير بمنع منح الجنسية الهندية للمسلمين الهاربين من الدول المجاورة، ألا يدخل ضمن مفهوم التخويف من الدين الإسلامي وتشويهه أو ما يسمى بالإسلاموفوبيا؟ بس تسمح لي أن أقول شيئا عن ما قال الأخ عبد المبين سبحاني من الهند. هناك فرق كبير بين القضية الروهينجية والقضية في شرق تركستان والقضية المسلمين في الهند. يعني المسلمون في الهند هم يسكنون في ديمقراطية ويوجد هناك مؤسسات، وأعتقد أن الوضع لا يسقط إلى هذا الحد ولا يتسرع إلى السقوط إلى هذا الحد. يعني هناك يوجد مؤسسات قوية جدا، يعني ممكن أن يطول هذه المرحلة،
إلى سنتين أو 5 سنوات أو 10 سنوات، ولكن مع تغيير الحكومة وما تغيير يعني مثلا في الهند يوجد هناك ولايات وهناك 30 ولايات، مع هذه المؤسسات المتفرقة لا أعتقد أن الوضع المسلمين سيكون في هذه المرحلة السيئة. يعني أنا أريد أن أعطي هذه الصورة أيضا، يعني هذا صورة إيجابية بالنسبة لنا للمسلمين، وهذا هو سبب يعني للإيجابية بين المسلمين أنهم يتعاونون مع غير المسلمين ومع الأحزاب العلمانية لضد هذا القانون. طيب. أما بس أنا أقول أن الكراهية ضد المسلمين هو أساس لحزب الشعب الوطني، هو كراهية المسلمين، وهذا هو الذي يتسبب لمثل هذه القرارات الذي يأتي بعد قرارات، يعني هم سيستمروا إلى هذه القرارات وسيصنعون مزيدا من القرارات ضد المسلمين لأنهم يأتون من خلفية كراهية للمسلمين. نعم. أيضا أستاذ محمد، يعني هذه موجة التظاهرات الأخيرة تعد من أكبر الاحتجاجات التي تشهدها الهند منذ عقود، هل ستتطور برأيك هذه الاحتجاجات لتؤدي إلى ثورة عارمة على رئيس الوزراء الحالي مودي؟ هو في الحقيقة هذه الاحتجاجات الواسعة التي عمت أغلب المدن والولايات الهندية أثبتت أن المسلمين في الهند هم مجتمع حي، وبالتالي كان على مستوى الحدث إزاء هذا القانون الجديد الذي يمارس تمييزا واضحا ضد المسلمين. المظاهرات الأخيرة هذه أو الاحتجاجات يعني لوحظ فيها مشاركة غير المسلمين من رموز مختلفة من تيارات مختلفة، لوحظ فيها أيضا دور بارز جدا لطلاب الجامعات، خاصة الجامعة الملية الإسلامية وجامعة علي جراح الإسلامية، وأيضا مشاركة طلاب جاءوا من الجامعات الأخرى لمشاركة الطلاب في الجامعة الملية الإسلامية في هذه الاحتجاجات ضد هذا القانون من غير المسلمين. هناك أيضا لوحظ تصرفات أو ممارسات من قبل طلاب فردية ضد هذا القانون، هناك في احتفالية رفضت طالبة من المسلمات تسلم جائزة من الرئيس الهندي خلال فعالية طلابية، هناك أيضا طالبة غير مسلمة مزقت نص القانون الجديد خلال فعالية أيضا، وهذا مسجل بالصوت والصورة. وبالتالي هذا الحراك الشعبي في رأيي لابد أن يتحول الأمر، لا يقتصر على أنه قضية تهم المسلمين بالدرجة الأولى فقط أو ليست قضية المسلمين وحدهم، وإنما يتم التعامل معها على أنها قضية المجتمع بأكمله ضد التعددية، ضد التعددية التي تشهدها الهند ومعروفة فيها يعني، وبالتالي التعامل معها على كونها أو باعتبارها هي قضية المجتمع ككل سيسهم بشكل أكبر في حائط صد مجتمعي وشعبي إزاء هذه الممارسات أو هذه القوانين العنصرية. نعم. السيد عبد المبين، إذن بعد إصدار قانون الجنسية الهندية الجديد، كيف سيواجه النظام الحاكم هذه التظاهرات العارمة التي يعني تزداد وتيرتها يوما بعد يوم، وكيف سيواجه أيضا التنديد العالمي؟ حزب الشعب الهندي الحاكم حاليا ورئيس الوزراء الهندي ووزير الداخلية الهندي متمرسون بالكذب والحيل، فيتعاملون على مستويين، على المستوى الدولي ضر الرماد بالعيون من خلال أكذوبة كما فعلها رئيس الوزراء قبل أيام، أعلن بأنه لن يكون هناك تطبيق هذا القانون وليس للحاجة أن يخاف المسلمون في الهند، وهكذا حتى وزير الداخلية حتى العالم إعلاميا يعني يسكتون. نعم حتى وزير الداخلية أيضا يحاول طمأنة أو تهدئة الشارع الهندي الآن. بالضبط. أما على مستوى المحلي أرجو أن تسمح لي هذه النقطة، على المستوى المحلي هناك إصدار مذكرات إلقاء القبض للمتظاهرين ومن ثم حجز إقاراتهم محلاتهم على مستوى الولاية الشمالية والمناطق الأخرى اللي تطبق حاليا على أرض الواقع. هذه هي من أساليب الحكومة الهندية الحالية لمواجهة التظاهرات العارمة وإسكات صوت الحق في عموم الهند.
دكتور عمر أنيس، كيف ترى أيضا تعامل المجتمع الدولي مع هذه الإجراءات العنصرية في الهند وغيرها من دول الشرق الآسيوي، ولا سيما قضية الإيغور في الصين وروهينجيا في بورما، بالتوازي مع ما يحدث في الهند؟ كما قلت في البداية أن المجتمع الدولي في ورطة التحير، يعني هم لم يتوقعوا أبدا أن الهند سيأتي إلى هذه المرحلة، لأن السبب هو أن الهند هي تتطور كاقتصاد كبير ولها علاقات متينة ووطيدة مع الدول الخليجية ودول العربية وعلى يعني مع دول المتقدمة أيضا مع الولايات المتحدة وإسرائيل. في وجود هذه العلاقات الوطيدة بين الهند والقوات العظمى في العالم، يعني كان هناك توقعات أن الهند سيستمر إلى الأمام وإلى مزيد من الديمقراطية وإلى مزيد من الحريات الشخصية وإلى مزيد من الإصلاحات، ولكن يعني هذا هو الذي أجبرت هذه الدول المتقدمة أن يأتوا بانتقادات لهذا القانون، وخاصة الأمم المتحدة وحتى في الولايات المتحدة في كونغرس وفي سينت، يعني كثير من الانتقادات، وفي كثير من البلدان العربية أيضا يعني هناك قلق كبير، وخاصة منظمة التعاون الإسلامي أيضا عبر عن قلقها الشديد لهذا القانون. صحيح. وهذا يعني المشكلة كبيرة للهند، يعني الهند لا يريد أن يكون هناك أي مشكلة كبيرة لاقتصادها ومشكلة كبيرة بالتأكيد يؤثر علاقاتها. نعم، سأعود إليك. نعم. أيضا دكتور، إذا أستاذ محمد، هيئة علماء المسلمين أيضا في العراق دعت الأمة جميعا حكاما وشعوبا إلى التحرك والعمل ضد هذه الإجراءات الظالمة، وأيضا الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين دعا الحكومة الهندية إلى التراجع عن قانون الجنسية الجديد ووصفه بأنه عنصري. كيف ترى هذا التحرك الإسلامي من المنظمات الإسلامية؟ هو في رأيي هذا التحرك العلمائي من قبل الهيئات الإسلامية على مستوى الدول العربية والإسلامية هو مهم وواجب في نفس الوقت. وحتى أيضا أن الأزهر الشريف أصدر بيان قبل أيام، نعم، ودعا الحكومة الهندية إلى التراجع عن هذا القانون. لكن هذا الحراك العلمائي من قبل المؤسسات الإسلامية مرهون في رأيي بالحراك الشعبي الداعم لمثل هذه التحركات العلمائية، ثم أنه مرهون بدرجة أكبر بالتحركات أو المسارات السياسية والدبلوماسية على الدول الإسلامية والعربية أن تمارس دورا في الضغط على الحكومة الهندية لإعادة النظر أو إلغاء هذه القوانين التي تعتبر عنصرية وتمارس تمييزا واضحا ضد المسلمين. الأمر الآخر الذي يعتبر هذا الحراك أو أي تحرك سواء من الخارج سواء من مؤسسات علمائية أو سياسية أو غيرها مرهون بها هو الحراك الشعبي في الداخل رفضا لهذا القوانين وأمثاله من القوانين العنصرية. وفي الحقيقة الحراك الشعبي في الداخل كان على مستوى الحدث، يعني الشعب الهندي بتنوعاته وتعدديته يخرج رفضا لمثل هذه القوانين، وبالتالي وفي مدن كبيرة ومهمة مثل نيودلهي وغيرها. صحيح، حتى أن هذا دفع يعني قوات الأمن هناك إلى استخدام العنف في مناطق كثيرة وسقوط جرحى وشهداء واعتقالات حتى في صفوف الطلاب وهكذا. وبالتالي هنا لابد من دور تمارسه الدول الإسلامية فيما يخص البيانات والتحركات المؤسسات الإسلامية، من دور سياسي ودبلوماسي من قبل الدول الإسلامية والعربية على الحكومة الهندية لإلغاء مثل هذه القوانين. إلغاء. إذن أستاذ محمد، اسمح لي أن أتوجه بسؤال السيد عبد المبين. كما تفضل السيد محمد، رقعة الاحتجاج ضد قانون التجنيس تتسع، وحتى رئيس الوزراء مودي يحاول احتواء الأزمة. هل تتوقع إلغاء أو تعديل هذا القانون على أثر هذا الغضب الشعبي المتصاعد؟ نعم، يمكن تعديل أو حتى إلغاء هذا القانون إذا كانت القوى المعارضة الهندية تتحد فيما بينها ويستمر الشعب الهندي بكافة أطيافه بالتظاهرات وتضغط
على الدولة الهندية، فممكن بأنه تفكر الحكومة بإلغاء أو على الأقل بتعجيل أو تعديل هذا القانون، أو على الأقل بوقف الإجراءات التعسفية ضد المسلمين داخل الهند. وفي نفس الوقت مطلوب كما تفضل به أخ محمد فرحان، مطلوب الطابع الشعبي العربي والإسلامي وكذلك الحكومات العربية والإسلامية حتى الدولية أن تضغط، هناك يكون الضغط الدولي على الحكومة الهندية ولا سيما ضغط العرب والمسلمين حكومة وشعوبة. هذه النقطتين يعني استمرار الشعب الهندي بالتظاهرات وضغط الدولي، نقطتين تجعل الحكومة أن تفكر بجدية بوقف أو تعديل أو تعجيل هذا القانون بالوقت الحاضر. أيضا دكتور عمر أنيس، ليس بعيد عن هذه القضية، اليوم هناك قتلى واتهامات متبادلة بين الهند وباكستان بخرق الهدنة في إقليم كشمير، هل ستقرع طبول الحرب بهذه التوترات بين الهند وباكستان؟ كيف تقرأها؟ أعتقد يعني هذه العلاقات الهند وباكستان في كل الأزمات يأتي كأداة لصرف التوجه عن المسألة الحقيقية. وأعتقد يعني أن الحزب الحاكم في الهند هم قد ينتفعوا من هذه المشكلات بين الهند وباكستان في هذه المرحلة، وهم سيستخدموا هذه المشكلة مع باكستان لأن يكون هناك اتحاد بين الهند. وحتى هم يقولوا أن هذه المرحلة أتت في يعني لسلام الوطن ولأمن أمن الوطن، وهذا هو هم سيجبروا الوطن والأحزاب أن يقبلوا هذا القانون. يعني برأيي هذا سيكون أداة الاستغلال، ليس المشكلة حقيقية. سيد عبد المبين، ما أثر قانون الجنسية في العلاقات الهندية مع الدول العربية والإسلامية؟ علاقات قوية ومتينة، بحيث هذه العلاقات راح تتأثر وتتضرر فيها الحكومة الهندية بسمعتها وعلاقاتها مع الشعوب العربية والإسلامية بالدرجة الأولى، بحيث هناك رفض شعبي واسع على مستوى الدولي وعلى مستوى الدول العربية والإسلامية، كما تفضل به أخ محمد فرحان عن إعلان اتحاد العلماء وإعلان جامعة الأزهر الشريف، من ثم إعلان هيئة علماء المسلمين واهتمام هيئة علماء المسلمين بقضايا المسلمين في أنحاء العالم. هذه الضغوطات ستؤثر على علاقاتها. وهنا أستثمر الفرصة أنادي إخوتنا العزة من العرب والمسلمين في الدول العربية والإسلامية أن يتم اتخاذ القرارات الاقتصادية بالدرجة الأولى للمراجعة عن تعاملاتهم التجارية والاقتصادية والبدء بالتعامل التجاري مع مسلم الهند ومساندتهم في هذه الظروف الحرجة، ومراجعة قوانين الإقامة بدقة لمنتسبي الحركة الهندوسية المقيمين في الدول العربية والإسلامية وينشرون الأفكار ضد الإسلام من الدول العربية نفسها. لابد أن تراجع الحكومات العربية هؤلاء الأشخاص الذين يقيمون وهم أصلا من منتسبي الحركة الهندوسية المتطرفة بالهند، تذبح المسلمين بفلوس العربي والمسلمين. دكتور عمر أنيس، إذن ما المطلوب فعله يعني من الدول العربية والإسلامية ومنها تركيا وغيرها من الدول والمنظمات الإسلامية والعالمية الأخرى أيضا، ما المطلوب منهم لدعم مسلمي الهند في هذه الأزمة؟ من في الحقيقة من أهم الإنجازات الحكومة الهندية تحت رئاسة ناريندرا مودي هو أنه قام بعلاقات ودية وصديقة مع كل الدول المسلمة وخاصة مع الدول الخليجية العربية وعلى رأسها السعودية والأمارات. باعتقادي
أن السعودية، المملكة السعودية العربية والإمارات هم بين حكام هذه البلدين، ونريد مضي علاقات شخصية وطيدة متينة. وأعتقد أن القادة في هذا البلدين هم سيقدمون بعض التوصيات. هم لا يريدوا أن يكون هناك أزمة دبلوماسية، لأن الهند لا تسمح لأي بلد أن يكون هناك تدخل أجنبي في أي شؤون داخلية. وهذا يعني برأيي لكن هناك علاقات كما تعلم متبادلة ومصالح بين هذه البلدان، بالتأكيد أيوة. ستؤثر نعم أيوة يعني ستؤثر سلبيا، وهذا هو سبب يعني سيكون هناك توصيات من قبل الحكام الخليج. ولكن برأيي يعني المشكلة الكبيرة لمنظمة التعاون الإسلامي ومعظم البلدان الإسلامي هو أنهم لم يعترفوا أن الهند هي دولة إسلامية أيضا، بسبب وجود الملايين يعني 200 ملايين مسلمين فيه، وهم لم يسمحوا للهند أن يكون جزءا من العالم العربي والإسلامي وجزءا من المجتمع الإسلامي. وهذا هو السبب الذي يعني أبعد الهند من المجتمع الإسلامي العالمي. أعتقد برأيي يجب أن يكون هناك محاولات أن يدخل ويشمل الهند في المجتمع الإسلامي، وخاصة في منظمة التعاون الإسلامي. وهذا هو الوسيلة التي سيصنع يعني قرارات، وسيكون هناك بعض الإيجابيات مع شمول الهند في الإطار الإسلامي. هناك عدد كبير من المسلمين في الهند أيضا. سيد محمد، إذن بعد خسارة الحزب الحاكم في بعض المدن والولايات المهمة في الهند في أثناء الحملة الانتخابية والانتخابات القائمة، ومع هذه الاحتجاجات، هل سيدفع مودي ثمن قراره هذا؟ هو في الحقيقة يعني العديد من تيارات وأحزاب الهند أدركت أن الحزب بهاراتيا جناتها يقود البلاد إلى تحديات كبيرة، ويدخل الهند في دوامة يعني لا تحمد عقباه. وبالتالي يعني هذه التحديات التي تحدث، وهذه القوانين التي لا داعي لها في الأساس، والتفريق ما بين مواطنة أهل البلد وحدهم، بالتالي سيدفع ثمنه بلا شك يعني. لكن هو للأسف هذا الحزب يلعب على مغازلة القوميات الهندوسية في كسب أصواتهم مقابل امتيازات أو بعض الممارسات ضد القوميات الأخرى، وهو ما يفعله حاليا ضد المسلمين في العديد من الممارسات، مثل ما في ولاية أسام أو حتى في ولاية جامو وكشمير أو في قانون الجنسية الجديد يعني. فهذا هو يلعب على هذا الوتر، مغازلة الهندوس وتفوق القومية الهندوسية على بقية القوميات يعني. هذا يمنحه طبعا فوزا في بعض المناطق، لكن المناطق الأخرى التي توجد فيها أعداد لا يستهان بها من القوميات الأخرى، وخاصة والتيارات العاقلة التي تتبنى خطابا عاقلا يؤمن بالتعددية المعروفة في الهند، سيدفع ثمنه بلا شك في هذه الولايات الأخرى يعني. دكتور سيد عبد المبين، في الدقيقة الأخيرة معك، كيف ترى مستقبل مودي مع هذا القرار ضد المسلمين؟ مستقبل مودي إلى المستقبل مظلم إذا كانت المعارضة الهندية تستخدم هذه الظروف الحالية في جمع الشعب الهندي على منصة واحدة واستمرار المظاهرات. وإذا تفرقت المعارضة الهندية فيما بينها ولم تتحد، فيستمر هذا المشروع وينجح مودي، لكونه يسعى لإرسال رسالة إلى الهندوس بأن هناك حاجة ماسة لإقامة دولة هندوسية ذات لون واحد وذات طابع واحد. شكرا جزيلا لك. إذن من نيودلهي عبر سكايب عبد المبين سبحاني، رئيس المركز الثقافي العربي الهندي. وشكرا جزيلا أيضا عبر سكايب من أنقرة، دكتور عمر أنيس، أستاذ المساعد في جامعة بلدريم
بايزيد، شكرا جزيلا لك الخبير في شؤون جنوب آسيا، ونشكر أيضا السيد محمد سرحان الصحفي المتخصص في الأقليات المسلمة. شكرا جزيلا لك أستاذ محمد. شكرا لكم لمتابعتكم مشاهدينا الكرام حديث العرب، في أمان الله ورعايته.